برحب باللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرمايه وعضو الاتحاد الدولي. اهلا بك يا سياده اللواء، منور قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك وبالساده المشاهدين. طبعا سياده اللواء، يعني الرمايه لعبه شهدت في اخر سنتين ثلاثه الحقيقه طفره كبيره، وكلنا متابعين يمكن من بدايه مشاركتها في طوكيو، مرورا بالبطولات اللي خاضتها، مرورا بأول مصر يتأهل لباريس 2024 عزمي بحلبة من أحد البطولات بالفوز بالذهبية. بس خلينا نرجع فلاش باك شوية. حضرتك توليت المسؤولية سنة 2012، صحيح؟ مظبوط. حضرتك توليت المسؤولية، أكيد كان عندك خطة لكل اللي بيحصل دلوقتي. كلمني عن بداياتك في الاتحاد. والله بالنسبة للاتحاد المصري الرماية أنا كنت أصلا رامي. بدأت الرماية في كرامي في الاتحاد المصري الرماية، ثم دخلت في إحدى اللجان الفنية اللي هي بتقيم الرماة وبتقول مين يقدر يشارك في المسابقات الخارجية أم لا. وبالتالي أنا عندي شايف كل حاجة بيحتاجها الرامي. يمكن لما ترشحت لمنصب رئيس الاتحاد وفزت، فكان عندي رؤية أنا ومجلس الإدارة إن إحنا نقول إنه ضروري إن إحنا نوفر حلول مبدئية لغاية لما نوصل للأمثل لكل الرماة. ده اللي احنا عملناه فعلا. حطينا خطة، الخطة دي بدأنا نطبقها. طبعا احنا لازم نقول انه الرماية لعبة مكلفة جدا. طبعا احنا شايفين صور البنديات ومسدسات، يعني بالظبط مكلفة جدا. فبالتالي احنا كنا بنبقى محتاجين دعم، بيجي دعم وكل حاجة، ولكن نقدر نقول انه احنا صبرنا كتير جدا ان احنا نوصل لأعلى نسبة تأهل في تاريخ الرماية. نحن وصلنا إلى 11 مقعد من 15 مقعد على مستوى قارة أفريقيا. ممتاز. وده اللي احنا خدنا أول سنة، أول دورة في ريو دي جانيرو حصلنا على 9 مقاعد، في طوكيو حصلنا على 11 مقعد. وطبعا ده يعتبر من كوتة أفريقيا، يعني من كوتة أفريقيا. أفريقيا ليه 15 مقعد، احنا خدنا 11. ده في آخر واحدة اللي هي في طوكيو. ريو دي جانيرو خدنا 9. بالظبط. يعني ما شاء الله، يعني كان في مردود كبير بالنسبة لأفريقيا. بس عاوز أقول أوضح نقطة مهمة جدا، إنه التأهل بيجي من خلال بوابتين. البوابة الأولى هي بطولات العالم، ودي الأصعب طبعا. الأخرى هي البطولات الأفريقية، ودي برضو مش سهلة، لأن صعبة جدا. احنا في كلتا المرتين حصلنا على المقاعد، إحدى المقاعد من بطولات العالم. فعلا حصلنا على مقعدين، عزمي محلبة وأحمد توحيد زاهر، فعلا حصلوا على تأهل من خلال بطولات العالم بذهب. اللي بياخد ذهب تأهيل، تأهل مباشر. هو بياخد ذهب وحقق رقم معين. الحمد لله هم خدوا ذهب، او يكون الحاصل في هذه البطوله اصلا مؤهل فالتأهل يجي للرمي اللي بعده. ده حصل معنا فعلا، انه عزمي كان دخل المسابقه وحصل على الميداليه الفضيه، واللي واخد ذهب كان متأهل، فعزمي تأهل. والرمي احمد توحيد زاهر نفس الواقعه، وخد فعلا التأهل من بطولات العالم. اذا احنا حصلنا على تأهل من الاتجاهين. نعم. مش من اتجاه البطولات الافريقيه فقط، بطولات العالم. بطولات العالم دي انا بس عاوز اوضح حاجه مهمه جدا. اتفضل يا سكر. انه عدد المشاركين فيها في التأهل خصوصا بيفوق ال 80 وال 90 رامي، مع العلم انه في دوره الالعاب الاولمبيه لا يزيد عن 36 رامي. المنافسه اصعب. فالمنافسه بتبقى اصعب طبعا في بطولات العالم. بطولات طبعا دورات الالعاب الاولمبيه بيبقى العدد 36 دول هم الافضل على مستوى العالم، لكن المنافسه بتبقى شديده وقويه في بطولات العالم. اذا احنا حصلنا فعلا على التاهل من مرات كثيره، وحتى في البندقيه ضغط الهواء احدى الرميات شيماء عبد اللطيف حشاد حصلت في امريكا على المركز الثالث، وتاهلت من امريكا لريو دي جانيرو. لان الاول والثاني كانوا متاهلين. الاول والثاني كانوا متاهلين. خد الثالث، ما هو برضه ما هي البطوله دي بيبقى المنافسه على المركز الثالث، لان انت عندك الاول والثاني خلاص اتاهلوا. بالظبط كده. فالمنافسه كلها تبقى المقعد ده. بالظبط. وكان اهم حاجه ان الناس تحصل على التاهل. بعد التاهل طبعا احنا عندنا مشوار طويل جدا، في خطط موضوعه. الخطط ديت محطوط فيها ارقام بيجب تحقيقها من خلال الجهاز الفني، ان هم حققوها ويحققوها في بطولات محليه، ثم ينتقلوا الى بطولات العالم ويحققوها. يعني عزمي محلبة حقق بطولات عالم كثيرة. بس خلي بالك، أنا مش هقطع حضرتك يا ست اللواء، بس أنا عايز أوضح حاجة. يعني عزمي محلبة رمز، هو أداؤه بيتحسن. يعني إحنا متابعين عزمي كويس، ومتابعين حتى مشاركاته في بطولاته، وأخبارنا أخباره تبقى دايما معانا. الجميل إنه بيتحسن، أرقامه بتتحسن. كلامي ده صح يا كابتن؟ طبعا. هو عزمي محلبة أنا عاوز أقول يعني حاجة، أنا أقول صعبة المنال، إن الرمي الخرطوش
بيضرب على طبق. نعم. الطبق اللي بيضرب عليه دوت ليه سرعة وما بيعرفش اتجاهه بيطلع منين. لكن عاوز أقول إنه عدد الأطباق 125 طبق. عزمي في حلبة جاب مرتين 125 ما شاء الله. صعبة جدا. صعبة جدا. صعبة جدا جدا. جدا. أنا عاوز أقول إنه الطبق ده بيطير في الهواء. ممكن إن يكون في ريح فالطبق يغير اتجاهه. بيضطر مع التدريب المستمر إن هو ينزل بركبه لغايه لما يوصل لارتفاع الطبق او في اتجاهه ويضربه. فتخيل ان كل طبق ليه شكل واتجاهه. كل شكل كل طبق ليه شكل وبالتالي طبق واحد فقط بيفرق مع عزمي محلب او مع اي رامي. البطوله اللي هو عزمي طلع فيها الاول على العالم هو جاب 122 من 125. اللي جاب 122 من 125 كان عدد الرماه 6 رماه. فبيتنافسوا عاوزين من الست رماه 2 رماه يخشوا الفاينل. فعزمي دخل مسابقه معاهم وفعلا حصل ودخل الفاينل كمل اتنين. ولما دخل الفاينل في رامي في امريكا مشهور جدا ده بيعتبر زي الاله يعني ده منافس قوي جدا لعزمي ولاي بطل في العالم. الحمد لله تاني مره عزمي وحلبه يكسبه. المره دي طلع الاول على العالم وكسبه وكان بيلعب هو والرامي الامريكي اللي اسمه هانكوك.